مع ماما ألفا. أهلا ومرحبا بكم اليوم باش مع بعضنا وصفة سهلة وسريعة وتصلح للمناسبات حاجة ضوي الوجه وبأقل تكاليف هنا عندي زوز كيلو اسكالوب نتاع خذيتهم من عند الجزار قلت له خليهم لي في اللومبلاج نتاعهم هكاكا خذيتهم كيما هما باش نشرحهم على كيفي انا لهنا الوصفه الميزان هذايا يعمل نتاع زوز وحدات زوز دجاجات ولا ما نعرفش حسوا رولي نتاع سكالوب محشي فوالا يعملو كعبتي هاي خديتك الصدر اكيد ديما دجاج ولدان تلقى فيه الطرف في هذاك الدريسق واحد طاير وحده نحيه هذاك باش نعمل بيه الفاخس من بعد واي طرف يفضل لي مهم منه بدون نرميه من بعد نحطو ده باش نعمل بيه الفاخ تو تفهموني تبعوني وحيدا وحيدة يلا لهنا نحب نوريكم هكا بحذا الكاميرا وين كيفاش نقصو تعذبت وليت حطيت بالشيره الاخرى هي اسهل لي تاخذ سكينه ساع ماضي انا لهنا زي السكينة خيطها في العيد الكبير ماشي في بالي ماضيه كل خيط طلعت مش باهيه السكينه الماضيه تعاونك على الاخر في التشريح انا هكا عذبتني شوي المهم حاولت نشرحها بديت من الطرف يعني من الطرف ومن فوق ومن بعد بديت نقشر فيها تقول عليها كيما البردقانه حتى اش اللي وصلت للطول هذاك هذيك طويله برشا ظهرت لي وليت قصيتها على اثنين وكيما تراو فما كاع بلايص تعداو لي قعدت نقص فيهم الناحيه فيهم ونرمي فيهم على الطرف في الاخر نتاع الدجاج اللي نحيته للفارس من بعد خديت مطرقه نتاع اللحم وهكا نزلت عليه شويه وباش نفوحو ملح عندي ثوم شايح بابريكا كركم تيبلو كرويه زنجبيل هيل مرحي عندي سبع بهارات اختياري راهو الفحاطه وبسبيس وكليل وملح وبصل شايح وعندي قرفة كم تخبية تحته لما محالة وقد ما تفوحوه وقد ما يعطيكم نتيجة باهية أنا تصور الفيح هذايا الكل وباقي نحس فيه معناه قد تقدم معناه الفيح ماذا بي راني زدت فوحت أكثر دونك الفيح يرجع لكم لكم أنتم اللي تحبوا تعملوها عملوه ندمت لي ما حطيتش الكمون لهنا يلا خريت كمية باهية تاع الزيت وخلطت الفحات متاعي في الزيت أكهو لا والزيت ما نخافوش راهو باش يهبط الزايد ويطيب لنا ال الوحدة نتاعنا الدجاج ولا الداند نتاعنا يلا نقسم أكل توا الفاح على زوز ونعبيه نحاول نعبيه بالكدا بالكدا، تحبوا تزيدوا فاح تنجمو تزيدوا من برا من بعد أنا زدتش ون- وهاكا نمسح عليهم بالكدا ونخليهم يتشربوا ونهز توا الزوائد اللي قعدوا ونمشي بيهم. للروبو قصيت فيهم كعبة بصل على أربعة هكاكا هذيا أما حكمت عليا تحب على دويدة شهيتها دويدة مفورة وليت عملت لها دويدة مفورة بالجلبانة ولهنا عندي أربعمية غرام سبناخ خسلتو شللتو مليح وباش نحطو نذبلو يا ذبلو في قلاية يا يعني أنا قلت عليه هذا الكمية دي الكل في قلاية وإلا تفورو في كسكيس حطيتو في الميكرووند خمسة دقايق في الميكرووند خرجو مرواف توا رجعوا للدجاج زدناه ثلاثة سنون ثوم وأمل هون يتعاون فيا يد بيد ما شاء الله على بنتي قاعدة تعبيلي في النعناع مغرفتين كبار نعناع وصبت لي لهنا المعدنوس مغرفة كبيرة معدنوس مرحي شايح اختياري ما كانش عمل أخضر ما كانش مش لازم وعندي سيبولات حبيت نزيد النكهه بسيبولات زيدا الثوم المعمر والتابل والكروية مخلطين ذوما ماني راس حانوت كل واحد ش عنده والملح حتى والكروية الكرويه لو مغرفه جيت حاسيلو على ومغرفتين في ثلاثه مغرف صغار ماشي في بين مغرفه على ومغرفتين في وسط الجيش يا <applause> ها. هاو <هيك> هاكا لبست لي روبتي <applause> ولبست الطبليه تاع الكوجينه وتعاون في يمه ما, ما شاء الله على بنتي هيا سيدك توا خمسه دقائق عداو أه وهيا مال قاعده تقلب فيهم السبنية قلت لها اقلبهم باش مش نبردوهم مش باش نعصرهم وباش تلقاهم اللوطه خرج برشا ماء ها هو كلمه من اللوطه خرج بالكدي ومزال مع العصران اكثر من الكيكه يلا طوى الفرس بعد ما رحاتو أه، حطيتها ترحي فيه زيد زدناه كثلاثه كعبات عظم باش يولي جيري خاطر شي يحبل كدي بالكدي نحطو العظم باش يجرى أه، باش تقولوا لي نحط ما ما نحبذش اذا باش نحط ماء نحط معاه حاجه باش تشد شابلور ولا سميد ولا فرينه ما كاينش عظم وكا هيا أيه توا اكس بناخ عصرته مليح 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 على كف يد جابلي لي اربع كعابر كعبورتين لهذا وكعبورتين للاخر إيه انا عملت كميه باهيه باش نخبي منه من في الكونجيلاتور الحقيقه ان نحيلو العظم في الوسط من بعد وتشوفوا ونخبيه في الكونجيلاتور وقت نستحق نجبد نسخن و... ونعملو سبحان الله واحد ساعات يجي اوقات ما يلقاش ما يطيب ولا معينه ما يطيب ولا ما, ما يلحقش باش يطيب ولا ما يقدرش يلقى حاجه حاضره أي حطيت السبنيخ إيطاليتو بالطريقة كان تنجمو تحطوا أكثر كمية من اللي أنا حطيت تحطوا ثمانية مية غرام وهذا كاها هاوكا الفاخس كيفاش الوحدة نتاعو أنا ما حطيتش جبن تنجمو تحطو جبن أنا ما نحبش مش معناها نسيت ولا حاجة أنا ما نحبش تنجمو تحطوا اللي تحبو عليه فلفل أحمر مقصوص تروف تروف زيد يعطي ألوان خير زيتون كعب أكل منحي منو القلب نتاعو يزيد يعطي هكا زينة أكثر تنجمو تعبيو أكثر مني الفاخس يعني انا إيه عطيتكم الفكره وانتم عليكم الباقي عليها بالطريقه دي كنهز كعبوره نحلها بيدي ومن بعد نمشيها بسويبعي هكاكا باش ما نحركش السبناخ وفي نفس الوقت ما نعملش زيت ما بينا ما نعملوش زيت الزيت خاطري ما يخليهش هكا متناغم لصق بعضه يبعدوا على بعضه ويفرقوا أو كا ما تحب تكملوه الكل تجيكم كبيرة بالكدا أما أنا ما حبيتش أكبر من هكيكا بصراحة تو تشوفوها معناها الدورة نتاعها كبيرة ما أكبر من هكيكا عدم وصمطت لها العظم هوني تقريب ستة كعبات عظام صمطت أما قلت لها حط لي العظم رميهولي رميين في يدي خاطر أنا ديجا ماسة اللحم ناي هذاك علاش تعاون فيا ما شاء الله خاطر ما نجمش نمس كل شيء كي نمس اللحم وهي ترميلي من فوق هكا ترميلي في يدي من فوق باش تمسني ولا نمسوا العظمات الاخرين اللي باش يقعدوا كان فضلوا نجموا ناكلوهم مش ديجا مسوا معناها اللحم الناي يلا وروا لي وهكي ما تراو بالسياسه تنجم تسكروا لجناب بلي كوردون اما راهو الفاخ في الفور ويسكر بتبيعه يعمل بوشون لا باش يذوب لا حتى شيء الفور نتاعي يسخن على 165 درجه باش نخليهم ساعتين في الفور يتيبوا في راحة راحتهم في اخر نص ساعة باش نزيدهم مية آ... وتسعين فوالا في اخر نص ساعة مية وتسعين لخرين كيف كيف روليتها ومن بعد توا باش نوريكم كيفاش نربطوها بالخيط لهنا في الحمل علوش ووريتكم قلت لكم نعمل لكم فيديو قصير صدقوني الفيديو مازال محطوط ما وقت باش نخدمه ديما نفضل اني نبجل نهبط لكم فيديو كامل هكا يكون خير آ... لا اله الا الله محمد رسول الله وليت قلت نعمل فيديو سبيسيال مادام ما عندي سكالوب هذاك نعمل لكم فيديو سبيسيال ونوريكم فيه كيفاش نربطو اي سيدك خديت الفتله هذيك نتاع الخيط سبيسيالمون لل لل الكوف... الفور يعني يدخل في الفور ويستحمل الفور أه كيما ترى دورتو على اثنين من فوقهم لوطة وسكرت عملت عقده ومن بعد دورت على الشيره الاخرى على اربعه ولا ونعمل عقده اخرى وطاو باش نجي ندور نجمو تعملوه طول معناها تبداو تدورو طول انا كيك عملت في العلوش والمره هذه ربطتها بالطريقه هذه كل مره كيفاش واحد يبدل وها هو كيفاش نعمل العقده ندخل الخيط ونعمل له كي الدوره على جنب وبعد نجبد الخيط المسيب في وسطك الدوره هذيك باش نعمل عقد ونختار توا بصبعي ما هي ماهيش ما يابسه ما نختار اللون بلاسمون اللي نحب فيها العقده نقدم القدام نوخر التالي نحط بها خشينه معناها بين الاسباس كبير بين الخيط والخيط اسباس جويد كله بعد يرجع لكم لكم انتم هاي ومن بعد ندورها تحتها نعديها عليها باش نشدها لهنا ماهيش مشدوده قد قد نورمالمون الخيط نعديه ورا العقده باش هي تكاليها الخيط ما عادش ما عادش يتحرك لي من بعد او كطوع ما له دوره اخرى لهنا قاعده نصور ومتعذبه بين التدقيق اللي يعني ندقق لكم والخدمه هاكا توا بالشيرة الأخرى، الخيط جبدته من الشيرة الأخرى عملت دورة على اليمين ودخلت فيها الخيط المسيب وجبدت، هاكا اخترت بلاسم تاعي غادي، توا نعمل دورة كاملة تحت اللحم تاعي، ونجي لهنا ندخل الخيط ورا العقدة نورمال ورا العقدة، ميسالش ندخل ورا الخيط ومن بعد نرجع لك العقدة ونعمل دورة أخرى بالعكس باش نوحل العقدة غادي في بلاصتها. اه هاي كنعمل لها دوره تقعد فم سينو عودوا دخل دخلوا ورا العقده لهنا مانيش قاعده ماكمش قاعدين تراو بالكدي قلت نحط لكم من فوق معناها تراو خير هكا بدلت البلاصه يظهر لي طلعت متوريش جديد <applause> الله غالب حبيت نوريكم بالديتاي دو ديتاي دي يلا لهنيك العاده الخيط كي بابي كادو سكروا من فوق ومن لوط حتى متعصير الايام حاجه باهيه مش لازم تعملوا عظام وفيها من داخل تولي كيما الجامبون كي الاسكالوب ما تعملوش سبنيخ وعظم خليوها كيما هي تولي لكم كيما الجامبون الاسكالوب تعملوا بها ساندويتشات تخبي في الكونجيلاتور باش تخبي تخلي في الفريجيدير تخلي ما تفوتش جمعه في الفريجيدير لحم اي لحم وكان ها آه هاكا كيفاش عملت عقده تو ندور ونجي لهنا نجبد وراء العقدة باش ما نخليهاش تهرب عليا نورمالمون اذا هربت نعود لها دورة اخرى اوكي كتتشد اوكي لهنا ما جبربي ما صورتش من الاول هكا ما يدي تغطي ما تخليكمش تراو كيفاش نعمل العقده هي اللي فات عملت العقدة صي معني سهلة مع بعد الحكاية باش تنظمها ولا تدورها عادي ما فيها شي <applause> لهنا الخيط وفالي قصيته في بالي طويل يا اخي وليت عقدته مع خيط اخر قصيت له خيط اخر وعملت عقده وكملت كينو لكن لا صار يعني حتى كي قصلك الخيط ايا كملناهم حطهم في طبق نتاع الفرن بابي كويسون باش ما يتحرقش الطبق من فوق تنجم تعملها لها لفاح اللي تحب عليه انا حبيتهم يقعدوا لي هكا كيما هما يلا عدي وسبعتين نتاعهم في الفور امورهم واضحه راه تنجموا تحطوا اقل من ساعتين معناها نار عاليه مية 190 200 درجه يتشواو وباش يجيكم جوتو من داخل الى تحبوه معناها يكون جوتو انا نحبو طايب كيما من داخل كيما من برا معناها الدجاج تخليه حتى ساعه يعني ولا ساعه وربع انا الحاجه اللي فرحانه بها ما عندي شيء في الكوزينه اللي هي بيها دويده تمل بديتها معناها من الاول بعد ساعتين الاخرين كهو غسلت المعون امور واضحه وخليتهم يطيبوا على رواحهم ومن بعد معناها العشاء معا ما معاها حتى شيء كان هذوما وصلاته معناها مش سلاطة ما خضره صلاته يلا خديت طرف توا زبدة ودهنتها بالزبدة باش تعطي نكهة بنينة خليها تذوب بالسخانة نتاعها وكا الزيت اللي هبط منها هذاكا من ما نخسروش نعاود نشبدو ونصبو فوقها تشرب راه ونهز بزوز الوحدة تاكية ولا بيدية ولا كيما تحب بنتي وحطيت تبقى كيما ترى وكيكا وحطيت فيه الخص وغطستهم فك الخصات تجي معاهم صوص حاجه طياره اما انا في ريجيم طبعا دونك مانيش باش نعمل صوص لا حتى شيء زي تخطر صوص يزمها فيرينا ولا نشي ولا ماذا حاجه بنقص جلوتين وزينتها بطماطم وقارص وبصل احمر باهي معاها البصل تعدي هكا ولا سلطه وتعصر عليها طرف قارص بنينه ونحلو الخيط بطبيعه ما بخيطها اذا عنا ضيف وهكا كعبات باش ظاهرين فيهم العظمات سينو تحبوهم ظاهرين كل العظمات نحيولهم القدام وتيلين كي يعيد اسبانيوريا نحيولها راسها و... والقاع نتاعها العظمه قبل ما تحطوها ولصقوهم لبعضهم تو تجيكم امورها واضحه هي القعموره أبن حاجة عندي <applause> القعمورة في الخبز ولا في, في الوحدة الرولية هكا بتكون أبن حاجة وريحتها ما شاء الله ومن شهيكم والبنة بالطبيعة هاو كنوسعو بين القصان ساهل على راهو غير السكينة قصيرة وهو ما شاء الله طويل معناها الرولي أكبر من السكينة دونك قصتي الفوقاني وخلي لي وهذا هو الرولي نتاع الدجاج نتاعنا نودكم ومنشهيكم وان شاء الله تعملوها وتجربوها وتعجبكم وفي حلقه اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة سلامة.